لك. ثاني شيء موقفه مع نواف عقاب كان موقف خلهم يشغلون ابو هذال تسمح لي بس شغل برايم شوف الشاشه خلهم يشغلون شاشه برايم تذكر شغل برايم مره واحده طلع سلطان بعد لا لا سلطان ما ادري يمكن بيطلع معاه ولا في متسابق شغلوا شغلوا شغل شاشه برايم خلونا نتابع خلونا نستمتع بهذا المنظر ليش شنطتين ليش خلي كثير شنطه كان يبي يتامل اللي يوصل يوم 50 او 60 لا وزملاء ما ردوه معناها ما يبونه بعد والله ترى خيرت لكم يا عيال لا بس ليش شنطتين؟ اللي مجبره هو والله اني انا حسيت ان في اجبار ولا خلهم يشغلون شركة برايم طيب اذا ممكن يا رجل حتى في طلعتهم هوشه يا حول السبب اللي خلاه يطلع منها وشو؟ هل في متسابق يعني بينه وبينه؟ لا لقى ثغره في كلمتك يعني احنا زين طيب وحنا لا لا وحنا نناشد يعني ونطالب إدارة البرنامج إنها تتخذ معها حتى أي عقوبة. والكلمة الفصل لأبو سلطان أتمنى حتى أبو سلطان. يا رجال والله ما يطلع. أبو سلطان. والله ما يطلع. أبو سلطان معاهدنا عنه قبل إنه رجل حازم ولكن في النسخة هذه ما أدري الرجل يعني بدأ يطبل أو إنه يبغى يكسبهم. والله بس ما أتوقع إنه يعني تمشي هذه الفكرة. أبشركم يا عيال. ندعي بهذا. أبشركم إنهم رجعوا إن شاء الله أمورهم زين. خلنا نرجع الموضوع.